عندما تشاهد السحب تتغزل وتعانق الجبال، فاعلم يقينا بأنك في مرتفعات عسير، حيث الطبيعة الخلابة الفريدة من نوعها والغنية بالتنوع الحيوي. احنا موجودين هنا لتصوير كائن غريب وعجيب ولطيف في نفس الوقت ولزج، فعشان كذا خلوكم معي. السلام عليكم، كيفكم جميعا؟ معكم اخوكم فهد مسفر او الملقب بفهد التمساح، ورجعنا لكم فيديو جديد. قبل كل شيء انا حاب اشكركم يا جماعه الخير على الدعم اللي صار لي، سواء من المشاهدات، اللايكات، التعليقات. تاكدوا اني اقرا كل تعليقاتكم ولو انها بسيطه، سواء كانت المشاهدات او اللايكات او التعليقات، لكن في عيوني كبيره ومع بعض نكبر سوا. فاذا عجبكم الفيديو هذا لا تنسى تضغط زر اللايك وتشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، وفعل زر التنبيهات. على العموم يا جماعة الخير، في كائن لطيف حابين نصور. تعالوا معي. تعال فين راح؟ أوه دخل هنا. تعال شوف. تشوفه؟ لزج جدا زي المخاط. تعال تعال تعال. يا اهلا وسهلا. الكائن اللطيف اللي تشوفونه قدامكم يسمى البزاق، او بالانجليزي سلاج. هو حلزون بس بدون قوقعة. الحلزون والبزاق يصيرون قرايب من بعض، عيال عم نقدر نقول، او اخوات زي ما يقولون اخواننا المصريين، لانهم كلهم ينتمون لشعبة الرخويات وطائفة بطنيات القدم، يعني كلهم ينتمون لطائفة واحدة. في أنواع منه بحرية، البزاق أحجامها كبيرة جدا جدا جدا، راح أحط لكم صور أو فيديوهات، يعني شيء غير معقول. والكائن اللطيف اللي تشوفونه قدامكم يا جماعة الخير كذلك بطيء جدا جدا جدا، ينافس الحلزون في البطء، ولكن اللي يميزه عن الحلزون حجمه الكبير، اكبر من الحلزون الصحراوي. لو تشوفون، لو تذكرون الحلزون الصحراوي يجي بنصف حجم هذا، وافرازاته المواد اللزجه اللي يفرزها ضعف اللي يفرزها الحلزون. يعني الحين افرز فيه كميه يا لطيف، انا الحين كيف اغسل ايدي بس. اما بالنسبه لتركيبه جسمه في جماعه الخير، زي ما قلنا لكم، اللي هو يتكون من شيء اسمه الرأس قدم، لأنه ما نقدر نميز بين منطقة الرأس ومنطقة القدم، يعني نعرف فين بداية الرأس وفين بداية القدم، لكن فين تنتهي ما نعرف، نطلق عليها اللي هو رأس قدم. وفي جزء هنا في المقدمة شبيه بسرج الحصان اللي هو غطاء، وفي فتحة هنا اللي هي الفتحة التناسلية. وفي معلومة يا جماعة الخير ممكن تصدمكم، يعني أباكم تتخيلون معي، وسعوا خيالكم. الرجل، يعني ما ادري اقول رجل ولا انثى، ولا الكائن اللطيف هذا ثنائي الجنس اللي تشوفونه قدامكم، يعني ايش معنى ثنائي الجنس؟ يعني يقدر يكون ذكر وانثى، يعني اوقات التزاوج او اوقات التكاثر، اذا كان حاب يكون ذكر راح يكون ذكر ويؤدي مهام الذكر، اذا كان يحب انه يكون انثى راح يكون انثى. نفس الكائن، يعني هذا اذا جاء يتكاثر ممكن يتكاثر مره كذكر، والمره الثانيه ممكن يتكاثر كانثى. شيء عجيب سبحان اللي خلق. وبرضه البزاق يمتلك لوامس خلفية زي الحلزون، اللي هي شبيهة بقرون الاستشعار، في أعلاها موجود الأعين، وتحتها في لوامس خلفية أقصر، وموجود برضه الفم. وزي ما قلنا لكم يا جماعة الخير أنه الفم الحلزون يحتوي على أعداد كبيرة ضخمة من الأسنان الكايتينية اللي تتجدد باستمرار. خلنا نسترجع ذاكرتكم ونشوف، أنتم متذكرين الحلقة اللي قبلها أو الحلقة اللي صورناها عن الحلزون؟ في مستطيل أبيض هنا راح تشوفونه، في سؤال كم عدد اللي هو أسنان الحلزون، وفي خيارات اختبر معلوماتك. كذلك البزاق يحتوي على عدد كبير جدا من الأسنان الكايتينية اللي تتجدد باستمرار. خبراء التجميل خصوصا النساء، أنا شفت كذا فيديو يأخذون الحلزون أو البزاق ويحطونه يخلونه يمشي على وجههم، لأنه يقول مفيد للبشرة. أنا صراحة ما جربت على يدي، وعانيت صراحة في اليوم أجي أغسل يدي لأنه صعب صعب يروح
تروح افرازاته مره صعب يعني، صابون مناديل، حاولت بشتى الطرق. ف صراحة ما بحثت في هذا الموضوع كثير، لكن اكتبوا فوائد الحلزون او البزاق للبشرة وادخلوا اليوتيوب وعيشوا بقى وشوفوا الفيديوهات. الزبدة يا جماعة الخير، 78 اذن المغرب، مرة تأخر. فهنا ننهي الفيديو اللطيف هذا. في النهاية سواء واجهت فيلا ضخما او بزاق لزج، فان هدفي هو ان نرتبط بهم العين بالعين وان نجعل لهم صوتا. نشوفكم على خير، في امان الله.